لبس فنان ومصمم وخطاط تونسي من صغرته مغروم بالشعر والصفر. واو. وكتب على الورق حبه للانسانيه والتسامح. ولد جيبس داك ديجا لازم يكتب هكاك. ارتيست كبير تشهد المتاحف نتاع العالم الكل على خطوطه. يكفي اللي هو واحد من المشاركين في مشروع جرباهوت اللي تبدلت فيه حومه الرياض وحيوتها المعرض في هواء هواء الطلق. امضاء 100 فنان و30 من 30 دوله. والاعمال اللينك مان نتاعنا ما توقفتش لهنا وين يتحول كل خط يرسمه اللغه كونيه تدعي للجمال. وهذا اللي يشهد عليه كل من يزور المعارض نتاعو من الشرق لاوروبا. تعرف اخر حاجه نتمناها شنيا؟ ان شاء الله نهار نشوف اللينك مان واصحابه شادين حي تونس وزناقيها وزناقي القروان وزناقي كل مدينه باش يغطيو اللي باش يغطيو الحيوت اللي تعداو عليها البال بزمان. ان شاء الله نهاركم زين. ان شاء الله نهارك اصحاب الايام. هذا لو كان على بالنسبه لليوم في حكايه نجاح. حكايه نجاح. حكايه نجاح. ريت الشباب نتاعنا. لا انا باش نفتح قوس صغرون صغرون. افتح. شفت سكسس ستوري اللي حكاها سي غراس ا البي بي بي هي البارتناريا بوبليك بريفي اللي نرجعوا لكلي نتاع مدير دار الثقافه بو حاجله على ان بالحق نثمنوا هذه ونكبروا ونفهموا شنو هو معناها الشراكه، شنو هو المطلوب من الاداره وشنو هو المطلوب من الجمعيه. بربي بربي انا راني خزن انا راني انت تعرفني منا والوليد اتشي برشا للمجتمع المدني وحتى لو كان بعدت ديما اتشي. سيدي البارح قاعد ندور فيسبوك قبل ما نرقد نلقى زوز وليدات خدموا معايا قبل في مشروع معاني. وليدات صغار سنة بكالوريا ربي نجحهم ووقتها نخدموا على المشروع هذاك اللي نحبوا نخرجوا الشباب من التطرف العنيف وكل. دونك من غير ما نحكي لك على الوضعيه اللي كنا نحكي فيها. بالشراكه مع دار الشباب. تحيه لسي مراد مره اخرى. اليوم الوليدات هذوما بغرمهم بالمسرح ولاو يعرضوا في مسارح ودور ثقافه نتاع معتمديات القروان الكل. ممتاز. دونك لهنا ولينا نحكيو على زوز فنانين ناجحين. من غير ما نرجع نشوفهم من جبناهم. مانيش نشكر لا في روحي لا في الفريق لا في المشروع. اما راني صدقني زاد هذا ماناش نحب نشكروا مثل هذه المبادرات يعطيهم الصحه لمسه المناطقيه ولا. معناها دونك هذه كلمه حق لازمنا نقولوها. انتم كيف خدمتوا على نصر الله وغيركم اخدم انا خدمت مثلا في مشاريع خدمت على العلي خدمت على العلي خدمت على المساعيد والذيبات على زوز مناطق على زوز عمادات يعلم بهم كان ربي. خدمت على منطقه السودان في حاجب العيون ومنطقه المنطقه خلي من منطقه السودان في عده مشاريع هذا بالشراكه مع منظمات. راهو ما عندكش فكره البوتنسيال اللي عند الشباب والاطفال اللي موجودين في المناطق هذه. راهو حاجه معناها اكتشافات بالنسبه لي هما في حد ذاتهم اكتشفوا رواحهم من خلال هذه المشاريع. راهو اكيد هي شنو هما شنو هما المشاريع هذوكم يخليوك يشوفوا الشاب شنو هو اذا كان عنده حاجه هانو يثمنها اذا كان ما عندوش يكتشفها بتدخل لي حاجه اللي كانت عنده ليه مشي هي يكتشف حاجه اخرى يطور ويطور 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 يطور من قدراته. مره اخرى بالتوفيق ان شاء الله لكل الجمعيات ولكل الشباب ولكل دور الشباب ولكل دور الثقافه والمؤسسات نتاعنا اللي لازمها تنفتح زاد كيف كيف على المجتمع المدني اللي هو قوه مقترح. نذكر لنا المطر البارحه لينا المطر فماش سؤال حسام ريت المطر مخي تعرف وين مشى البارحه. مشى في عاده كانت بالحق قبل تربينا عليها قبل وتربينا وبالحق ويحكيوا لنا في حكايات جدودنا هكا نبداو قاعدين على الكانون نبداو كذا ويحكيوا لنا قلنا قايمه يا قايمه الصغيرات الصغيرات يبداو يدوروا في الزناقي ولنهجوا ويسيحوا وك العروسه اللي شادينا في ايديهم يا حسام ربي هو تعرف انا مخي فاش مشى في حسام كيفاش يقول لي الدنيا مش تقعد سخونه وسي حمزه مشى بحر وين بحرت انا ما نكذبش عليك البارح قداش فرحت بك المطر بون مش فرحان فرحانه مش ماتة في حمزه الخضر وبحر ان شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع مطر كبير البارح على مستوى ولايه قيروان لكن في نفس الاطار فما يعني الاحجار البارح هبط في المطر دونك خلف اضرار كبيره لدى عدد كبير من الفلاحه تضر الاشجار المثمره مساحات الحبوب زاد كيف كيف جرى الحقيقه الامطار نتاع البارح كل التفاصيل تو سويت في الاكتواليتي اكتواليتي.